بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نقوم بعمل تخطي لـ FRP بالنسبة لجهاز سامسونج جالاكسي A01 عن طريق الأداة UFT برو. هذه الأداة فهي مدفوعة وهي تدعم الكثير من الأجهزة وهي رائعة جدا، لا بأس بها. سوف نقوم بالخروج وعمل والدخول من جديد إلى هذه الأداة. أداة فهي من بين الأدوات الرائعة جدا في مجال صيانة الهواتف، من بالنسبة للتفليش وبالنسبة لإزالة الحمايات كما، وهي الفريق الخاص بهذه الأداة فهو يدعم هذه الأداة بقوة من التحديثات تنزل بسرعة وتيرة زمنية متقاربة يعني، يدعمون هذه الأداة كثيرا. إذا بالنسبة لهذا الجهاز كما ترون هنا، سوف تذهب إلى جوجل ثم تكتب A01 GSM Arena من أجل أن نقوم بمعرفة البلاتفورم الخاصة به، فهو من عائلة كوالكوم. إذا ما علينا سوى الدخول إلى هنا عائلة كوالكوم ثم الذهاب إلى FRP ونقوم بالبحث في هذا البراند. يعني سوف نقوم بعمل FRP عن طريق الـ UDL مود. سوف نذهب إلى البراند ونقوم باختيار سامسونج، ثم هنا سوف نقوم باختيار بالنسبة لنا فهذا سامسونج، فالريفرنس الخاص به فهو A015F، يعني هذا هو. يجب أن تعرف الريفرنس الخاص بالهاتف بالضبط. الآن لم يبقى سوى أن نقوم بإيصال الجهاز أو الهاتف بالكمبيوتر أو الحاسوب عن طريق الـ UDL مود. يعني يجب علينا أن نبحث عن تيست بوينت. سوف نعود إلى جوجل ثم نقوم بكتابة A01 ثم تيست بوينت، ثم نبحث عن تيست بوينت. كما ترون فهي هنا موجودة بجانب الكونكتور الخاص بالشاشة، يعني هنا. إذا سوف نقوم بإزالة البطارية ثم إعادة البطارية، وسوف نقوم بإيصال نقط التيست بوينت ثم إيصال الهاتف بالحاسوب. سأعيد نقد، سوف أزيل الهاتف، أزيل البطارية عفوا، ثم أتأكد من إيصال النقطتين جيدا ثم أوصل. نعم الآن لقد تم الاتصال كما ترون هنا في الدرايفات، لقد تم الاتصال عن طريق الـ UDL مود. لم يبقى سوى أن نقوم بالضغط على ستار وننتظر. الآن فهو يقوم بالعملية تخطي الـ FRP. نعم لقد تم تخطي بنجاح كما ترون. ريستين FRP اوكي روبوت يور ديفيس. الآن سوف يقوم باشتغال إعادة تشغيل الهاتف. ننتظر حتى نرى. إذن كما ترون فهذه هي عملية تخطي الـ FRP الخاص بجهاز أو بهاتف سامسونج جالاكسي A01 عن طريق الأداة الـ UFT برو. شكرا لكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.